أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب كلية تكنولوجيا المعلومات قسم شبكات المعلومات في مرحلة الماجستير السنة التحضيرية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بالنسبة لنا طلاب نستمر بالمحاضرات بعد الانقطاع اللي صار لفترة العيد إن شاء الله تعالى. وبعد ما أخذنا نظرية الكاب تايبس and distributed system for the unstructured data راح نوصل للخاصية الثالثة اللي هي البارتيشنينج. والبارتيشنينج هي اللي تكون البيانات on different replica، يعني في different nodes موزعة. وراح نشوف شلون راح نقدر نتعامل ويا different replica ويا هيك بيانات مكررة على كلسترات مختلفة. طبعا هاي هي replication ليش مهمة بالdistributed system to increase the reliability of a system for performance scaling in numbers where scaling in geographical area. زين، احنا بالنسبة لنا عندنا بديهيات انه الكونسيستنسي لازم تفرض البرفورمانس والكوست اوف انكريز باندويث فور مينتينينج ريبليكيشن. لذلك الكونسيستنسي موديل اوكي effectively places restriction on how read or write operation can be executed. يعني أساس الconsistency هي عمليات الريد والرايت كيف راح تتم. Then راح يواجهنا احنا مثل ما أخذنا بالمحاضرات السابقة strict consistency والeventual. هنا أنا يقول أغلب الconsistency اللي موجودة for distributed system replication، يعني الريبليكا اللي موجوده in different geographic area هي بيس. ليش بيس؟ شنو السبب بيس؟ البيس اللي موجوده هنا يعني النوع الثاني من الكونسستنسي. مثلا على سبيل المثال عندك read your own write consistency اللي اخذناها سابقا. زين مثلا هاي شو تقول؟ تقول signifies that a client see his update immediately after they have been issued and complete. يعني شنو معناها؟ معناها regardless if he wrote one server and the following read from different server update by other client are not visible to him instantly. شنو معناها؟ معناها انه انا الكلاينت اذا صدرت عمليه رايت وريد اقرا من different replica رايت on replica x دا اقرا من replica y ما راح تظهر لي مباشرة عملية الأبديت. إذن the effect of write operation a process on data item X will always be seen by a successive read operation on X by the same process. يعني أنا عندي شنو؟ إنه عملية الرايت راح تقرأ محدثة بعد آخر read successful. مثلا عندي هذا السيناريو، عندي عملية رايت كتبت، كملت عملية الرايت، انتقلت بالليفل 2 من الحالة X1 إلى X2 راح أقدر أقرأ. Yeah. عندي عملية الرايت، أوكي؟ okay. عندي عملية الرايت هنا، أوكي؟ okay. بس رأيت وأني أثناء الرايت، يعني ما انتقلت العملية من X1 إلى X2. يعني مو من X1 write إلى X2 read، لا بقت وأني دا أقرأ صارت عملية reading. طبعا هذا راح يصير conflict اللي هو هذا reads on your writes consistency. Session consistency إعادة إلها من المحاضرة السابقة، لا إيش راح يصير هنا؟ راح يكون عندي session scope usually bound to one server. يعني عندي فترة أفتح session اكتب بيها راح تتحدث الربليكا، ممكن بهذا السيشن ورا ما يكمل اقدر اشوف عمليات الابديتد اللي صارت. الكاجوال كونسيستنسي اللي اخذناها قلنا مثلا على سبيل المثال عندي البروسيس بي 1 تكتب على تكتب الفاريبل اكس، البروسيس بي 2 اوكي تقرا الاكس وتكتب واي. زين يعني اول وحده كتبت الاكس، الثانيه ده تقرا الاكس وتكتب واي. فاذا عمليه قراءه الاكس وكتابه الواي راح تكون مرتبطه
بنوع ما مع الواي. يعني شنو معناها؟ معناها إلا تكمل عملية الرايت اللي موجودة بالبروسيس وين يلا أقدر أسوي عملية ريد إلها ورايت على الأكس. ليش؟ لأن احتمال الـ P1 والـ P2 الـ Process 1 والـ Process 2 مرتبطة in somehow. إذا writes that writes that are potentially casually related must be seen by all process in the same order. شنو معنى same order؟ يعني in queue after base time, after session time, after casual time. Okay, I mean concurrent write may be seen in different order on different machine. زين هذا مثال أنتم تقدرون تطلعون عليه بالcasual consistency اللي موجود بالMongoDB. وأعتقد يعني بعض الاسايمنتات راح تروح بهذا الاتجاه. اكو هيك مصدر تقدر تشوفه. زين المونوتيك ريد كونسستنسي لا بروفايز ذا تايم مونوتيسيتي جارانتي ذات ذا كلاينت ويل اونلي سي مور ابديتد فيرجن اوف ذا داتا ان ذا فيوتشر ريكويست. يعني انا شنو مره واحده اشوف التحديث عند القراءه المستقبليه. بس هذه المقدمه قالت إلمن المحاضرة السابقة. اليوم عندنا لا versioning of data in distributed system. أريد أطبق الconsistency بس عندي partitioning. يعني أجزاء من البيانات راح تكون on different replica. وطبعا هذا الشيء جدا مهم بمن بالinstructured data. فإذا عندي no strict consistency is assured, ensured. ما عندي strict consistency هنا. التحديث راح يكون eventually after end time after hell get time بالdistributed system. Yeah. سؤال اللي راح ينطرح how concurrent modification and version are processed and to which value a data set will eventually converge to. Converge to يعني راح تتحدث. There are several options to handle these issues. When اللي موجود partitioning يعني data الداتا مالتي مونجو دي بي الكاوتش دي بي الفيسبوك الامازون الى اخره التويتر هاي البيج ديتا اللي هي انستراكشر شو وقت راح تحدث بثلاث طرق اذا كانت بارتيشنينج اون ديفرنت ريبليكا. اولا لو اخلي تايم ستام اوكي تايم ستام موجوده يعني وقت الساعه موجود وين موجود في كل عمليه بروسيس وعلى وقت الساعه ابدا عمليه الconsistency. لا لو أسوي optimistic locking شنو هذا الoptimistic locking الoptimistic locking شنو معناه؟ معناه أنه أنا أخلي unique counter or clock value موجودة ويا أي piece of data. يعني كل بيانات request أو acknowledgement يصير بال الريبليكا لازم اخلي بيها اليونيك كاونتر او كلوك فاليو ونصيح لها الاوبتيمستيك لوكينج. بهاي الحاله اللي موجوده عندي ما تفيدني بالديستريبيوتد سيستم. ليش؟ شنو السبب؟ لان ايش راح يظهر عندي؟ A lot of history has to be saved. يعني كلوك فاليو او يونيك كاونتر لازم تظهر عندي ولازم تخزن بالoptimistic looking. زين الطريقة اللي بعدها سحولها الفكتور كلوك. الفكتور كلوك هاي كلش مهمة هي اللي حلت عملية الreplication data on different nodes أو الreplica on different nodes. زين راح أسوي هنا alternative approach to capture order and allow reasoning between update and distributed system. They are explained in more detail بهذا السكشن اللي جايني السكشن اللي بالمالتي version storage باللي موجود أسفل المحاضرة. بينما عندي الطريقة الرابعة اللي يصحولها المالتي version storage لا راح أسوي table cell كل واحد بي timestamp شون column الكومولين الكولومنار داتا بيست موديل كل وحده بيها تيبل سيل كل وحده تايم ستام وملتي فيرجن اوف ستورج ابدي احدث الريبليكا اكوردينت. زين هذه
العمليات راح نستعرض من عندها هاي العمليات فائدتها قلنا شنو شلون نسوي عمليه اب تو ديت ريفيجن او فيرجن بالريبليكا اون ديفرنت ريبليكا فور انستراكشر داتا او البيج داتا. من ضمن هاي العمليات احنا اللي موجوده عندنا اليوم بهاي المحاضره هي الفيكتور كلوكس. عن الفيكتور كلوكس بالمناسبه بصوره مختصره هو عباره عن اري او فاليو. اري او فاليو الاري تعرفوها هي ان في ان او ان في ام ان في ام. بس احنا هنا ايش راح يصير عندنا الاري؟ راح يصير عندنا ان في ام. مثلا على سبيل المثال ان في ام ان هي الرا مال كل نود اوكي. الكولوم هي القيم مال هاي النود كلها. مثلا عند الرا في او النود نود 0 1 جواها بالرا نود 1 1 جواها بالنود 2 1 جواها نود 3 1. فاذا الرا يمثل النودات المختلفه، الكولوم يمثل قيم الفيكتور كلوكس مال من مال النود الوحده. وهسه راح نجي نشوفها. فيفرض يقول لك انه القيم فيكتور كلوك عباره عن تبل، والتبل تعرفوه يعني عباره عن فيكتور زين of a clock value from each node. زين هاي clock value maybe real time timestamp مشتقة من local clock أو version revision number or some other ordinal value. شلون الباكيت مال ال TCP/IP بها sequence number؟ نفس العملية vector clock لكل ربلكة تحمل البيانات. مثلا data center عندي باليابان، عندي داتا سنتر لنفس الشركة الفيسبوك موجود بالأردن، واحد موجود بالعراق. فإذا الفكتور كلوك راح يصير V0 V1 V1. هاي الفكتور كلوك إذا تحدث أبو اليابان شو وقت يشوفه أبو الأردن والعراق اللي هو الـ V0 لليابان V1 و V1 للأردن والعراق، لازم شو وقت يذني يشوفه القيمة مال أبو اليابان اللي تحدثه. لو نفرض عندي هذا المثال، عندي النود 2 يعني النود موجودة، خلنا نفرض هاي مال العراق، ما أخذ القيم التالية ال V2 of 0 45 ال V2 of 1 3 V2 of 2 صارت 55. فهذا شي يعكس زين إنه الـ updated accord to data set the vector clock refer to an update of node 1 okay produced revision 3 v of 0 العفو هذا v of 1 ايش قد طلعت لي 3 زين an update on node 0 طلعت لي 45 and a most recent update is encountered on node 2. فاذا شنو معناها؟ معناه انه بالربليكاتو النود صفر دزت لي هاي القيمه، والنود واحد دزت لي هاي القيمه، والنود اثنين دزت لي هاي القيمه. زين فيكتور كلوك او فيكتور كلوكس ار ابديتد ان ا واي ديفايند باي ذا فالوينج رول. شنو هي هاي الرول؟ شنو هي هاي الرول؟ جدا مهمه. If an internal operation happened at node I, this will increment its clock VI of I. يعني شو معناها؟ معناها أنا النود X إذا صارت بي internal operation أو أريد أدز كويري لازم أزيد الفكتور كلوك مالتي بواحد. زين. اثنين، if node I send a message to node K, أول شيء لازم ازيد الكلوك مالتي بواحد واسوي اتاتش للفكتور كلوك مالتي. اتاتش ذا فكتور كلوك في اي المن تو ذا مسج نود تو ذا مسج تو نود كي. يعني ازيد الكلوك مالتي، صار حدث هابن ايفنت، ازيد الفكتور كلوك مالتي وادز الفكتور كلوك مسج تو نود كي. الفكتور كلوك كي راح تستلم هذا الانترنال ستيت وراح تشيك اذا النود اي
receive message from node J, فإذا إيش راح يصير؟ يعني هسا الخطوة اللي بعدها انتبهوا. Node I send message to node K. فزيدت الفكتور ودزت الفكتور كلوك مالتها. يعني زيدت القيمة ودزت الفكتور كلوك مسج للK. إذا أنا استلمت قيمة from node J. أول شيء سأسوي. إذا أنا زيد الفكتور كلوك مالتي. أوكي. وأسوي عملية مرج بين من؟ بين الفكتور كلوك اللي جاين من الK والفكتور كلوك مالتي. واختار منو الاكبر. فاذا عندي ثلاث حالات بالفكتور كلوك. النقطه الاولى نرجع لها المهمات. اساس الشغل هو هذا. اذا صارت عمليه انترنال اوبريشن مثلا انا ديز ريكويست اسوي كويري اوكي فالنود لازم ازيد الفكتور كلوك مالتها ولازم البقيه يتحدثن. شلون راح يتحدثن؟ إذا أنا دزيت مسج الانترنال أوبريشن يعني أنا عملية سويت عملية كويري يعني سويت عملية ريكوست شلون تي سي بي آي بي نيدز ريكوست ويرجع الأكنولجمنت. فإذا أنا بدأ الإيفنت زيدت الفكتور كلوك مالتي بس مجرد بدأ. نقطة ثانية دزيت مسج أزيد الفكتور كلوك مالتي أوكي وش أسوي للنود وأدز الفكتور كلوك القيمه نفسها يعني انا زيد واحد وادز القيمه مالتي نفسها المن للنود اي. اذا استلمت لا زيد الفكتور كلوك مالتي بواحد واستلم المسج من الفكتور كلوك اللي هي كي واقارن من هي الاكبر اخليها بالنود مالتي يعني من هو الاحدث هل هو اللي جاني انا استلمته لو اللي كان عندي. فاذا كان عندي اني اقول الفكتور كلوك هذا مالتي راح يتحدث للربليكا واذا لا الربليكا احدث من عندي انا احدث الانترنال ستيت مالتي. زين اذا في اي اكبر من في جي اذا كل قيم يعني كل المحتوى مال الفكتور اي بالحاله ستيت يعني هذا هنا أنا بس اري قيم اري في اي اكبر من في جي اذا كانت كل قيم المحتوى للربليكا اي اكبر من الربليكا اي مناسب شريد اريد if neither v1 اكبر من vj nor vj اصغر من v يعني اصغر من vj vi اصغر من vj apply. شو معناها؟ معناها انا لا انا اكبر من الربليكا قيمي احدث ولا الربليكا احدث من عندي لازم الكل متساوي. زين يعني إذا صارت عملية conflict لازم يحلها الكلاينت يعني صارت concurrent rights كلهم دي يكتبون لنفس الربليكا لازم الكلاينت لو ينهي العملية لو يتدخل ويطفي الابديت مالته على مود تكمل العملية الثانية. إذن راح نلخصها بهاي الخوارزمية. أول شيء كل الكلوكس أسويهن زيرو مال من مال كل الربليكا. Each time a process experiences internal event صار بها حدث بس مجرد trigger it's increments its own logical clock in the vector by one اللي هي عبارة عن array. يعني أنا الربليكا مالتي V وين موجودة بالمصفوفة أزيدها بواحد. Each time a process send a message لازم أزيد اللوجيكال مالتها بواحد أوكي وترسل نسخة من الفكتور كلوك مالتها او الحدث او الستيت. ايش دي يصير بها عمليه رايت ريد لازم ترسل مسج. واذا انا استلمت لا راح ابدي اسوي عمليه مرجنج واقارن من هو الاكبر. شوفوا باي تيكينج ذا ماكسيمم اوف ذا فاليو ان اتس اون فيكتور كلوك اند ذا فاليو اوف ذا فيكتور ان ذا ريسيف مسج. اذا الفكتور كلوك نحن جينا له عبارة عن أري. نعم هاي الفكتور يعني النود this show how replica 3 know about everyone جاي تعرف مشاركة وياهم ايش دي يصير اوكي ايش دي يحصل تحديث مثلا دي 3 واحد لا دي يصير انه النود رقم 3 بالإيفنت 1 صار بالإيفنت 2 صار
بالايفنت 3 صار شنو الايفنت؟ يعني الربليكا البقيه زين بينهم بين نفسها اذا صار انترنال. هنا الكولوم شو يسوي؟ everyone know about ربليكا اربعه الكل، الربليكا الاولى والثانيه والثالثه والرابعه اذا تشوف شنو هي الربليكا رقم اربعه، بينما هنا لا راح يشوفونها منهم كلهم. هذول شو يشوفون؟ Diagonal values is always updated and propagated vertically via Josephing. Josephing هذا بروتوكول هسه راح ناخذه، هو اللي يحدث بين من؟ بين الربليكا اللي هي الاولى والثانيه والثالثه والرابعه لينقل البيانات. فاذا هي عباره عن مصفوفه، وهاي المصفوفه كل وحده كل ربليكا بها partitioning data او صار بها update او read او write، البقيه راح تتعرف عليها من خلال هذه المصفوفة. زين طبعا then the disadvantage okay بالمقارنة مع التايم ستاب والاوبتيمستيك لوكينج with revision number multi revision the advantage هاي العفو مال vector clocks مقارنة ويا البقية راح يصير no dependence on synchronized clocks لان ذنيش البقية طلبانها تايم ستاب ما ريد كيوينج او توتال اوردرينج اوف ريفيجن نمبر اوكي نو نيد تو ستور اند مينتين مالتيبلاي فيرجن اند مالتي ليفل ستورج لازم اخزن. فاذا نيجي كان به ديز ادفانتج وهاي هي الادفانتج مال من مال فيكتور كلوكس. زين راح نجي هنا راح تشوفون عندي خوارزميتين، واحدة يصيحوا للستيت ترانسفير والثانية يصيحوا للأوبريشن ترانسفير للفكتر كلوكس، شلون كل ربليكا تدز المعلومات مالتها فور ذا أذر ربليكا تبعوا عليها هنا. طبعا راح تتحقق الإيفنتشوال كونسيستنسي عندي التايم مالتها لأن هي أشجار راح تصير عبارة عن 3 أوميجا لوج إن. زين عندي ثلاث حالات بهاي الخوارزمية، هو عملية ريد وعملية أبديت يعني رايت وعملية تحديث داخلي بين الربليكا. يعني أما أدز ريكوست أو أكتب عليها أو راح يصير عملية إنترنال بروبيجيشن بتوين ربليكا. فإذا عندي بديهيات هاي طبعا موجودة بالإنترنت أنا جبتها اليوم بهاي المحاضرة للسهولة. زين هاي الايفنتس راح يصير لها partial ordering event حسب هذه المعطيات. VC of X مثل للvector clock of event X and VC of X يعني RC in small z تمثل المحتوى أو المسج مال البروسيس Z. الvector clock of X فقط القيمة. الvector clock of X أكثر أصغر من الvector clock of Y وهذا راح يؤدي كل المسج او كل المحتوى مال الفكتور كلوكس اوف الاكس هي اصغر من الواي اذا اكو وحده من المحتوى اصغر من الواي. يعني انا عندي فكتور كلوك مال الاكس 1 2 3 4 وعندي الفكتور كلوكس مال الواي 1 2 3 9 فوحده من عندهم مو شرط كلهم واحدة من عندين أصغر من القيمة الثانية فإذا راح تتحقق الفكتور كلوك أوف الأكس يعني أنا اللي طالب هاي العملية أصغر من الربليكا لازم يصير حدث لازم أحدث حالتي أنا. زين الفكتور كلوكس أوف الأكس is less than vector clocks of الواي هاي معناها يعني شرح للقانون if and only if إذا وإذا إذا أي محتوى is less than or equal to y for all process indices Z and at least one of these relationship is strictly smaller than Y. زين هاي الـ properties مال من مال السيمتري والـ transitivity يعني إذا الـ vector clock of الـ A أصغر من الـ B معناها there exists vector clock of الـ B ممكن أصغر من الـ A يعني عملية transitive. نين فيكتور كلوك اوف الاي اصغر من البي والبي اصغر من السي فاذا الاي اصغر من السي اذا اي يؤدي الى بي وبي يؤدي الى سي ذن اي يؤدي الى سي. يعني انا شنو معناها عندي ربليكا اي وربليكا بي وربليكا سي
فإذا الرابليكا A أصغر من ال B وال B أصغر من ال C فأكيد الرابليكا A أصغر من الرابليكا C. الحالة الأولى بالخوارزميات عندي الـ State Transfer Model وهاي الـ State Transfer Model يسمحوا لها Delta of Delta R Exchange between Client and Server as well as among Server. يعني أنا عندي عمليات بين ما بين Client والسيرفر وبين السيرفر نفسها في بيها ثلاث حالات هاي الخوارزمية. الحالة الأولى هي الـ Query Processing. شنو معناها؟ يعني معناها الـ Client Queries for Data at same its vector of the requested data along with the request. يعني أنا أبدأ أسوي عملية كويري للرابليكا فلازم أني شدز الفكتر كلوك مالتي ويا الريكوست. بعدين الداتا بيس سيرفر أو الداتا سنتر نود response with the part of his state tree for the piece data that precede the vector clock attached to the client request. شنو معناها؟ معناها انه اني الربليكا راح تجاوبني واشوف اني يعني زيادت الفكتور كلوك مالتي دزيته المن للربليكا، الربليكا راح تجاوبني. اول خطوه بالكويري حسب الحاله الاولى اللي اخذناها هسه قبل شويه انه انا فقط ازيد الفكتور كلوك مالتي وادز المسج او المحتوى مال من مال الكويري. هاي الحاله الأولى على مود أضمن المونوتيك ريد كونسيستنسي. زين يعني أنا في حالة عملية كويري أو في حالة عملية سيندينج للمسج شلون الخوارزمية اللي قرأتها من شوية. في حالة أنا أسوي Update processing. يعني أنا دا أستلم شنو مسج. وإحنا فوق بالخوارزمية قلنا إذا أستلم مسج راح شو أسوي؟ أزيد الفكتور كلوك مالتي وأسوي مارج بين الربليكا مسج والحالة مالتي وأشوف يا هو الأكبر. أشوف يا هي الأكبر. زين. Internode Josephine لا راح يصير. وعليه هاي الخوارزمية ويا الريكوستينج والكويري يعني الكوير والريكوستينج تدز البيانات. الخوارزمية اللي راح تجينا لا ما تدز البيانات، تدز فقط اوبريشن يعني تزيد قيم وتنقص قيم يعني تحدث الأكبر يلا بعدين تدز البيانات. يعني بالضبط أشبه لكم إياها شلون عملية TCP/IP TCP بروتوكول والUDP بروتوكول. هذا يدز ريكوست acknowledgement يلا يدز البيانات، هذاك قبل يدز بدون acknowledgement. هذا يصيحوا له connection oriented، هذا يصيحوا له connection less. هاي مهمة. الانترنت جوسبينج هذا لا عملية تحديث بالستيت ترانسفير يعني الخوارزمية الأولى بين النودات والرابليكا وعندنا كلهم مشروحات من هذا الرسم. هذا الرسم الخوارزمية واحد من يشوف الرسم عبالة صعب بس كلش بسيط. شلون عندي هاي الرابليكا وهذا الكلاين دي يسوي عملية كويري وأنا بحالة الستيت ترانسفير مودر معناها دادس الكونتنت وياي فالكلاين دي يسوي طلب ريكوست. أوكي شقد ريكوست فاليو أخليها بالفي كلاينت الاري ستيت فارغة فإذا الاري ستيت مال من مال الرابليكا فور ايتش فاليو يعني value state أكبر من الكلاينت راح شو أسوي أبدلها ويا الكلاينت وأرجع أحدث عملية. يعني أنا إذا طلبت من الربليكا وزيدت الفكتور كلوك مالتي بواحد والربليكا أحدث من عندي إيش راح يصير؟ راح يقول لي الربليكا هي الأحدث أرجع الستيت مال الربليكا. نعم ها هي العملية الأولى الكويري. في حالة الابديت لا زين في حالة الابديت ايش راح اسوي؟ شوف ايش راح اسوي. انني هنا مشروحات اذا الكلاينت اصغر من all content مال من مال الربليكا do nothing. يعني انا اقدم الفيرجن مالتي اقدم
والا اذا الكلاينت ازيد يعني عنده بيانات دي يكتبها حديثه تزيد الستيت او الفيكتور كلوك مالته بواحد والفي كلاينت خلي لي اياه بالفي ستيت داش اوكي يعني والفي اي حدث لي الربليكا مال من الفي اي مال الكلاينت هسه الجديده اللي زيدناها زين وجيب لي الريكوست دونت نيو ستيت خلي لي اياها بالستيت وسوى عمليه النيو ستيت انه راح تروح جوسبينج بين من بتوين ذا ربليكا تو فيرجن 3 اد العمليه الجديده تو فيرجن 3 بالمختصر شنو معناها؟ معناها انه الكلاين طلب من الربليكا زيد الفكتر كلوك مالته سوى عمليه مارجينج شاف يا هو الاكبر هو لوني نيو ستيت النيو ستيت راح احدث الكلاينت بس هاي الخوارزميه مطلوبه مهمه جدا زين هذا شو راح يسوي؟ هذا راح يسوي عمليه تحديث بين من بين النودات بين النودات شنو هي الحالة الأولى؟ هذا هو البروتوكول الستيت 3 دي كي سان جوزيف تراندم لسلكتد ربليكا اي زين هذا شو يسوي؟ إذا تحدث نتيجة عملية الكويري راح يسوي عملية ربليكا updating between the replica i merge vi القيمة الحالية وقيمة البروتوكول الجديدة و add جوزيف state 3 to my state 3 يعني معناها نقلها gradually between the replica. طيب قلنا شنو الحالة الأولى اللي هي سهولة state transfer mode. الحالة الثانية اللي هي operation transfer model. لا هاي تختلف. Within the operation transfer model, it is particularly important to apply the operation in correct order on each node. يعني أنا أسوي العمليات قبل ما أنقل المحتوى. عملية نقل المحتوى بعدين راح تكون تباعا يعني eventually يعني بهيج حالة أنا أحتاج كيو للعمليات عندي كيو عندي buffering هاي buffering بعدين تنقل لي الكونتينت مال من مال الربليكا زين إذا أنت ما عندي casual relationship between operation باستخدام الفكتور كلوك وبعدين apply them to its data. فإذن هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية it has to differ. Differ شنو معناها تأجيل the application of operation until all preceding operation have been executed. This implies to maintain a queue of deferred operation. يعني عندي عملية عندي هاي المصطلحات بها شنو هي البي ستيت الفكتور كلوك the last update state of its data. VI vector clock يعني القيمة مالمن for itself للنود نفسها. إذا قارنتها ويا V state أسوي لها merge with the receive vector clock may already have event. VJ vector clock مالمن مال النود رقم J. وأيضا إيش عندي؟ عندي query processing. Okay. وعندي الابديت بروسيسنج وعندي الانترنال الانتر نود جوسبينج يعني عمليه الكويري راح اسوي تريد اكلاينت اجين اتاتش هيز فيكتور كلوك والكونتاكتد ريبليكا ديترمينز وذر ات هاز ا نيو كاجوال فولوينج ذا وان سبميتد ان ذا كلاينت ريكويست ات ريسبونس وذ ذا لاست ديو of state I either the state corresponding to the vector clock attached by the client or to one corresponding to casually succeeding vector clock of the node itself will update نفسها يعني نفس الخوارزمية راح يصير بها الآتي هذه عملية الكويري راح يصير الكلاينت ده يطلب إذا الستيت مالته مال الربليكا أصغر من الكلاينت إيش راح أرجع؟ راح أرجع نو للكلاينت وإلا أرجع آخر تحديث بس شنو اللي يصير عندي؟ عندي أكثر من ربليكا وأنا جيت فقط سويت عملية advances تدرون شنو معناها؟ معناها
يعني increment زادت قيمتها هنا بس هاي اوكي بس هاي. فالعملية صارت على هاي بس لحد الآن الداتا ما نقلت. اثنين في عملية الابديتينج بالاوبريشن مود شوفوا نفس الخطوات only the replica receiving update request can advance this bit يعني زيدها من بين عدة ربليكا راح يشتغل الاوبريشن مود. بينما هناك صار بين كلاينت وربليكا احتمال واحدة وبعدين هي دزت الستيت لي هذا الربليكا. هنا لا عندي ماني ربليكا يلا بعدين دزت البيانات مالتها. فإذن الكلاينت بهيج حالة راح يستلم راح يدز القيمة مالته راح يدز القيمة مالته وراح أدخل بالكيو الاي والريكوست اي دي والريكوست اوبريشن وحالة الكلاينت وحالة المسج مال الستيت يا هي لأن كلهم بارامتر بالكيو. فإذا أصغر أوكي إذا ال V request dot V client أصغر من ال V I replica I has received all preceding update apply request dot operation to state أوكي وإلا أدمج مع كل شيء ما أسوي. عندي هنا أنا preceding operation ال preceding operation يعني بهن priority ده تشتغل ال replica هسه يعني الكلاينت ما حدث والا ايش راح اسوي اختار يا هو حاله الربليكا لو حاله الستيت الجديده وارجعها بالستيت يعني بين الكلاينت والربليكا او بين الربليكا والربليكا وبعدين راح ارجع القيمه الجديده واسوي ريسبونس. الحاله الاخيره هي عمليه مرجنج هذا البروتوكول between يعني عملية operation transfer mode between replicas يعني جوسب دا يحدث ربليكا ويا ربليكا مو بين client وربليكا I أو J أو K أو R أوكي يعني بعدين شو راح يقول راح يقول مرج قيمة الربليكا ويا البروتوكول رجح بال VI قيمة البروتوكول بال VK وسكان all record in hold of a queue eligible for update وشوف مين هي الابديت دز القيم مالته احتمال يجيكم بالامتحان هاي الخوارزميات فهاي بالتفصيل مطلوبة بين الستيت ترانسفير مود كلاينت وسيرفر وبين الاوبريشن مود يعني اكثر من عملية ده تصير بالربليكا اي بالربليكا جي بالربليكا كي وهاي داخله كيو ارتب العمليات الاوبريشن مالته يلا بعدين ارسل updating وطبعا هاي كلها eventual consistency. شوف هذا مثال بسيط يعني كلش هذا اوضح ذاك احتمال يعني user 1 send okay user 2 صار هنا event process 2 هنا أنا process 3 بس شوفوا هسه هذه ايضا مثال ثاني مثلا user 1 process 1 okay هذا أنا سألكم سؤال كاتب أول ما بدأ واحد يعني صار بي internal operation سوى advance للvector clock user 1 صار واحد صفر للvector clock 2 يعني user 2 وصفر المن للvector clock 3 بالتايم T الvector صار بيها internal process صارت واحد يعني هاي شنية process 2 بالتايم 3 صارت واحد هسه لحد هنا اوكي يعني هذا الواحد تابع للثري هذا تابع للتو هذا تابع للاول. اثناء هاي الحاله انتقلت للتايم 2 طبعا هذا من هنا لهنا كله تايم فصارت ايش قد الفكتور كلوك 2 بس بقى البقيه ايش قد اصفاره. زين لو ارجع للتايم سلايز عندي الدي 3 صار بها ايفنت فالجس صارت 0 0 2 وانتقلت للدي 1 يعني دا تحدث الربليكا 2 تبهوا هنا 0 0 2 يعني من الواحد زادت الى 2 فصار هنا صار 0 2 2 الدي 3 بقت كملت الرايت والدي 2 صار بها تحديث. اوكي نرجع للتايم سلايس هذا هاي من تحدثها صارت 2 انتقلت حدثت البروسيس 2 فصارت 2
يعني الرابليكا وان هنا ما تتحدث، والرابليكا 2 تحدثت، والرابليكا 3 بقت شقد؟ بقت 2. فوصلنا الى النتيجه النهائيه. اذا طفرت للتايم سلايس للبروسيس 3، فاذا 2 تابع لمن؟ لليوزر 1، 3 اللي تابع لليوزر 2، 3 يعني انتقلت من نانا الى 3 تابع لليوزر 3. مثال ثاني طلاب ايضا اكثر واقعيه هو هنا عندي، هذا هو التايم، عندي اي بي 0 كلهم بدنا بصفر، راح صار بيها كوز او انترنال اوبريشن، صارت السي 1 زين، صارت انترنال اوبريشن صارت بي 1 سي 1، صار 2 internal operation صارت B2 C1، انتقلت A1 B2 C1، A2 B2 C1، A2 هنا بالتايم سلايس هاي دا تشتغل، هاي هم اشتغلت صارت B3 C1، رجعت 2 4 1 انتقلت لهنا صارت event بالC B3 C2، بعدها 3 4 انتقلت صارت اي 3 ب 3 سي 3 يعني، وبعدها ايش راح يصير؟ اي 2 ب 5 سي 4، يعني هذا يشتغل انترنال تايم المن للربليكا سي، وهذا للبي، وهذا للسي، حد ما اسوي افكت يوصل اي 4 ب 5 سي 5. هذا كل العمليات اللي شرحناها اليوم بين الـ State Transfer Model والـ Operational Transfer Model اللي ديجة تهتم ويا الـ Client ويا Server، وهاي for many replica ويا الـ Client، وأي واحد طلب من أي Neighbors replica وتحدثت بالحالة الثانية ما أحدث البيانات إلا أسوي لها Queuing للـ Operation، يعني عندي آلاف ملايين الريد والرايد لازم Queuing، وطبعاً هذا الـ Queuing لا تصوروه من يصير بالآلاف مال العمليات يتأخر، بالعكس كله هسه كاشينج، والكاشينج بالملي سكند وأصغر من الملي سكند، كل هاي العمليات تصير في نانو سكند يجوز يعني. فاللي أطلبه من عندكم هاي المحاضرة مهمة جدا إن شاء الله تعالى، وأي شيء يعني تبلغوني بي. شكرا جزيلا أستاذ مساعد دكتور مهدي عبادي مانع كلية تكنولوجيا المعلومات قسم شبكات المعلومات. والأخير حبيت أذكر أكو مصادر، أكو فيديو هنا أنا موجود إذا تريدو زيعني. هاي البارتيشنينج إن شاء الله نكملها بالمحاضرة الجاية، وشو راح أصير هاي العملية مالتها. طبعا هي نفس المعلومات، نفس المعلومات اللي موجودة هنا بالبارتيشنينج، لأن شوية صارت هواية شنية تقنيات البارتيشنينج عليكم، إن شاء الله أنا أكمل لكم إياها بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا، مع السلامة.